السلام عليكم خوتي اخواتاتي، لاباس عليكم؟ اموركم بخير، احوالكم جيده. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، ومرحبا بيا معكم، مرحبا بكم معايا في قناتي طبخ مع خديجه. ونبداو باحسن الصلاه والسلام على سيدنا محمد. اليوم البنات غادي نحضر معكم فقاس رولي بالفواكه المعسله والكوفتير، تيجي زوين. غنحتاجو في المقادير على بركه الله. انا البنات درت 5 البيضات، هزيت منهم صفر، هاهو شو درت هنايا، معلقه ديال الكاكاو ذوبتها بقطرات نتاع الخل، وهذا الصفر البنات باش ندهن به الوجه ديال الفقاس ديالنا، يعني 5 البيضات قل الصفر. وغادي نحتاج فيهم كاس ونص ديال سكر سنيده، مع كاس ونص ديال الزيت، ساشي واحد ديال الفاني، خماره واحده، وكاس ديال دانون فاني، والدقيق على حسب الخليط. نبداو على بركه الله. وضروري ندير واحد القبصات الملح لتصحيح الذوق. صافي نخلطو مزيان. في الاول ضروري ما نخلطو بشويه باش ما تبقاش طار لينا الزيت للجوانب. صافي نبقى نخلط مزيان حتى تذوب سنيده. ها هي سنيده ذابت، شفتوا البنات الخليط كي تيجي على هاد الشكل هكا. بسم الله، دابا نخلط بيديا، نبدا نضيفو الدقيق.
صافي هي بدات تجمع شويه، خصنا نزيدوا شويه الطحين حيت ما غاديش نديروها حراب غير هكاك، غادي نطلقوها بالمدلك، يعني خصها تكون ما تتلصقش بزاف باش تساعدنا انها تطلق. صافي دابا نضيف الخميره ديالنا، نحاول نجمعها مزيان. صافي نجمع الجوانب البنات بحال هذا الشكل هكا. صافي ما بقى نضيف لها دابا والو ديال الطحين، هذا هو القوام ديالها. هي العجينه بغات من بعد ما جمعات شفتوا القوام ديالها كتيجي. نقسموها دابا على ثلاثه، نحاولو نجيبهم بحال بحال. صافي نطلقوهم هكا، نحاول نجري شوية الطحين باش ما تلصقش لينا وصافي. صافي ناخذ دابا واحد المعلقة تاع الكوفيتير، ما نكثروش، هي معلقة. واحد شويه هنا صافي، نمشو هكا لي فخوي. نحاولو نفرقوهم، نختلفوا الالوان هكا، ما نديرهمش متقاربين.
سمجة ونجمعوه دابا، ما نزيرو ما نرخيو يدينا معاه، لا زيرنا غيتفرقع ولا رخينا غيجينا في خاوي من الداخل. نحاولو نبركو بحال هكا، صافي ونحطوه في الطاو. هاهما البنات، من بعد ما كملنا الحراب ديالنا دابا تندهنو بهداك الصفار البيضة اللي قلتلكم مع الكاكاو، ندوبو الكاكاو هو الأولاني البنات مع قطرات نتاع الخل باش ميجيناش مكور. صافي نزينهم بالجنجل الابيض، شتو الشكل ديالو كيجا. صافي نحاول نضغط عليه بحال هكا باش ما يطيرش لينا، ونكمل الحراب الاخرى اللي عندي. دابا البنات غادي نتقبوه بالكورنو على هذا الشكل هكا باش ما يتفرقعش. وندخلوه يطيب على نار مهيله. هو الفقاس ديالنا البنات من بعد ما طاب خرجته سخون، ملي نخرجو من الفران في زيت الزيت بحال هكا وغطيتو به. هانتوما شفتو الشكل ديالو كي تيجي، ها هو كي محمر. دابا بقى لنا غير نقطعوه، نبداو بسم الله الطريقه البنات راني فايت مشاركه معاكم فقاس البلديو فقاس اللي بالشوكولات. الموس خصو يكون ماضي باش يساعدكم هكا تقطع. نتوما شفتو الشكل ديالو كي تيجي على هاد الشكل هكا. هاهو البنات الفقاس من بعد ما قطعتو شتو الشكل ديالو كي تيجي. صافي غندخلو الفران دابا يطيب على عافية مهيلة. صافي يطيب من الفوق عاوتاني نقلبو يطيب. من الأحسن البنات غديروه في الفوق حتى يشد راسو باش ميجيناش مقوس هكا، عاد نهبطو لتحت يتذهب ليه الوجه ديالو وتشوفو الشكل النهائي ديالو البنات. وهذا هو الفقاس ديالنا البنات، هانتوما شتو الشكل ديالو النهائي كي تيجي. هاهو تيجي على هاد الشكل هكا شتوه من الفوق، وتيجي محمر ومقرمل المذاق بنين 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 بزاف البنات. يجربوه ما غتندموش. ولا عجبكم الفقاس ديالنا ديال اليوم ما تنساوش تحطوا لايك وتخليو شي كومونتير زوين وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وحبابكم، وشكرا الى الملتقى في فيديو قادم ان شاء الله.